أنت تحاول أن تعمل أيضا؟ عندما أصبح سيباستيان وبيل صديقا هوا، قررا البقاء في المزرعة ورعاية الأغنام حتى شفاء لكي كلب هوا. يوهو در انتهت واجبات اليوم، لنذهب ونلعب. نعم هيا بنا، هيا يوهو هنا يوهو. بوتشي انت جميل اثناء المرح، هيا بنا يا بيل. يوهو هيا يوهو هنا يوهو هنا لنرى. ألا تصعد معي؟ إنه كوخ السيدة أميليا، امرأة غنية تعيش في المدينة. من هي السيدة أميليا؟ إنها امرأة غنية تعيش في المدينة، تأتي إلى هنا من وقت لآخر. إنها تنهرني دائما، ستغضب إذا وجدتنا هنا. لا بأس، إنها ليست موجودة. حقا؟ حسنا. راكب يا بيل، أخبرنا عندما تخرج. حقا البيض، ما زالت ساخنة، لابد أنها وضعتها الآن. بيبي بيبي حبيبتي، أهلا أنت حبيبتي بيبي بيبي. يا إلهي، إن السيدة أميليا، اختبئ يا بيل. ما هذا؟ هذا أنت يا هوان، سأعاقبك. هيا انزل. حركة جميلة لنعرف. تعال يا بوتشي. إذا كنت أنت يا هوان لن أغفر لك المرة القادمة، فهم؟ أسرع يا بوتشي. ما الأمر سيدة إميليا؟ ما هذا الكلب؟ ابتعد عن كلبتي بيبي. ابتعد، اذهب من هنا. حسنا فعلت بهروبك من هناك، انها امرأة حساسة. كدنا نعلق. لم اكن اعرف ماذا يجب ان افعل. لو استطعت الامساك بك لما استطعت تناول حساء اللذيذ ابدا. انا جائع جدا. حسنا، سيصبح الحساء جاهزا في لحظات. هيا لندخل. تعال. انا بوتشي. غريب، كان معنا.
يا بوتشي. غريب، أتريد أن تأكل يا بوتشي؟ من عادته أن يتحمس عندما أقول له ذلك. هل هو مريض؟ نعم، هذا مرض بالتأكيد، وهو مرض خطير للغاية. ما هو اسم هذا المرض؟ إنه مرض الحب، هكذا نسميه. مرض الحب؟ السبب أنه التقى بيبي. أتذكر مرضي أيضا، كان ذلك عندما كنت في 15، كان قلبي يؤلمني. ماذا تفعل الآن ماريا يا ترى؟ لابد أنها أصبحت عجوزة، ألا تعتقد ذلك؟ العلاج الوحيد لشفاء بوتشي هو أن ندعه يرى بيبي مرة ثانية. بيبي؟ هذا صحيح، هيا لنتناول العشاء. إنه لا يأكل أبدا. هل مرض الحب مؤلم هكذا؟ غدا سأخذك لتراها، أنا وهو سنعتذر للسيدة إميليا. ادخل أنت. بوتشي لا، بوتشي يا بوتشي، عاد يا بوتشي لا، بوتشي من هناك؟ أي هذا أنت ثانية؟ ماذا تفعل هذه المرة؟ طالتي أنتك؟ نعم سيدتي. اهدأ أيها الكلب الصغير، كن عاقلا. مالك هذا الكلب فليخرج حالا. ألا يوجد أحد هنا؟ بوتشي، ماذا فعل؟ الكلب الهر دخل غرفة السيدة إيميليا، كسر وخرب كل شيء فيها. بيبي كلبة أنيقة، لن أدعها ترافق كلبا هرا كهذا، إنه ليس بمستواها.
إنه ليس كلبا هنرا. هل هو كلب حقا؟ صباح الخير سيدة إيميليا. حسنا سيدة بجمالك وتبدو حزينة هكذا، لما لا تدخلين وتشربين شيئا مرطبا؟ مرطب؟ لندى هذا الكلب القذر يقترب من بيبي بعد الآن. هيا بنا. بوتشي أرجو أن يكون بخير. أيها الأولاد، أين خبأتم كلبة السيدة؟ بيبي. لا تكن سخيفة، أنت المسؤول عن ذلك، أخبرنا عن مكانها فورا. لا نعرف شيئا عنها. أؤكد أننا نعرف أين هي. قد يكون بوتشي. فهم، هذا الكلب الهر هو المسؤول. اسمي كلبة أنيقة، ماذا بإمكاني أن أفعل إذا أغرى هذا الكلب الخضر البشع؟ أنا بيبي المسكينة، أنا يا حبيبتي. مرحبا سيدة إيميليا وأنسة فرانسيا،
تناولي أفضل مرتب في العالم سيدتي، لا تنسي طعمه أبدا. حسنا اشربي اشربي. لماذا أنت هكذا؟ هو لا نستطيع إخبارهم بمكان وجود الكلاب. هل تحاول خداعي ثانية؟ ماذا ستفعل لو حصل أي مكروه لبيبي؟ يا عزيزتي يا بيبي بل الآن أنت ذاهب. إنه يعرف مكان بوتشي، لنلحق به. لن أدعك تهرب، توقف. يا إلهي لا تقل لي هي في القصر. بوتشي، بيبي أيضا هناك. بوتشي بيبي بيبي يا عزيزتي، قلت لها ألا تأتي إلى هنا. بوتشي انتبه. بيبي توقفي. ماذا ستفعل لو وقعت بيبي؟ افعل شيئا. لكن ماذا استطيع ان افعل؟ لا نستطيع تسلق هذا. بيبي عزيزتي. بل بوتشي الكلبين الجريئين، إنهما عظيمان بل وبوتشي. أنا آسفة، لن أسميك أبدا الكلب الفتح. هذا صحيح، بيبي مدينة لك بحياتها، إنها ممتنة جدا لك. حقا هل كان بوتشي شجاعا فعلا؟ كان ذكيا جدا. لم أكن أعرف أن بوتشي جريء هكذا، أنه شجاع جدا. لابد أن السيدة أميليا غيرت رأيها ببيل وبوتشي هذه المرة. نعم، قالت إننا نستطيع الذهاب إلى قصرها، وبوتشي يستطيع اللعب مع بيبي أيضا. إذا ربما أستطيع الذهاب إلى الكوخ مع بوتشي وأخذ بعض المرطبات مع السيدة أميليا. ما رأيكم بالمزيد؟ لابد أنكم جائعون.
استيقظت باكرا جدا يا بوتشي، هذا ليس من عادتك، ما الأمر؟ آه فهمت، تريد الذهاب لزيارة بيبي. حسنا هيا بنا. هيا خذوني معكم، انتظروا ليس ما أحضروا الشراب. صباح الخير سيدة إميليا. صباح الخير سيدة إميليا. صباح الخير، جئنا لزيارتك. صباح الخير، أنا سعيدة لرؤيتكم. هل أنت ذاهبة إلى مكان ما؟ نعم، عائدون إلى المدينة. إلى المدينة؟ لدي مواعيد كثيرة، هل تريد الذهاب إلى المدينة معنا؟ لا شكرا. هذا مؤسف. نعم مؤسف جدا. متى ستعودين؟ لست أدري، لكنني لن أنسى أبدا مساعدتك لبيبي. شكرا لكما بيل وبوتشي. قولي شكرا أنت أيضا. سيدتي نحن جاهزون. حقا؟ حسنا هيا بنا. الوداع، شرابك كان الأفضل في العالم سيد كورتيز، أرجو أن تدعني أشرب منه في المستقبل. شكرا، وأريدك أن تتذوقي حساء الأفضل في العالم. الوداع 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 الوداع. يا بوتشي ستعود عما قريب. هيا بنا إلى المنزل لنعود ونتناول أفضل فطور في العالم. هيا بنا. سيباستيان كما تذكرون كان قد هرب من فرنسا إلى إسبانيا بحثا عن أمه، والتقى راعي غنم صغير مكث في مزرعته مدة أسبوع يساعده هو وبيل في رعاية ماشيته، لأن لاكي كلب أهوان كان قد أصيب بجرح بليغ ووضع قيد المعالجة.